عندنا بعض الحروف بيكون لها تأثير زي الباك سلاش، الكلام ده مع السترينج. الباك سلاش لو جه بعدها ال، ساعتها بقول له يا بايثون بعد إذنك اقطع الكلام واعمل الكلام اللي بعد باك سلاش ان سطر جديد، اللي هو احنا بنسميه نيو لاين. يبقى هو هيقرأ السترينج اي لاف، اول لما يلاقي باك سلاش ان هيقوم نازل سطر جديد وكاتب الجملة اللي بعديها، اول لما يلاقي باك سلاش ان هيقوم نازل سطر جديد وكاتب الجملة اللي بعديها. وفي الحالة دي لما اقول له رن هيديني اي لاف لوحدها في سطر، وبعد كده نزل كتب بايثون في سطر لانه لقى كلمة باك سلاش، وبعد كده هيكتب اي ام ا دكتور لانه لقى باك سلاش. فباك سلاش ان معناها انزل سطر جديد او اعمل لي نيو لاين. لو انا عايز الغي تأثير الباك سلاش دي احط قبلها ار. لو حطيت قبلها ار معناها ان انا بقول له خليها ريال، معناها ان انا بقول له خليها ايه؟ خليها ريال. وريال معناها ان انا بلغي تأثير الباك سلاش. يعني ايه؟ يعني هيروح يطبع لي قيمة الايه زي ما هي، وكما لو كانت الباك سلاش دي مش موجودة، هيطبع القيمة او الفاليو اللي هي السترنج بتاعي ده زي ما هو، كما لو كانت الباك سلاش مش موجودة. يبقى انا لو عايز الغي تأثير الباك سلاش بعمل ايه؟ بحط في بداية السترنج ار. لو حطيت في بداية السترنج ار معناها ان هو هيلغي تأثير الباك سلاش خالص ويروح يطبع لي الجملة زي ما هي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب باك سلاش لو جه بعدها تي بتعمل لي ايه؟ لو جه بعدها تي بتشتغل كما لو كانت تاب، كما لو كانت ايه؟ كما لو كانت تابة. بالتالي لما اقول له ران هيروح يكتب اي لاف ويقوم سايب مسافة اللي هي مسافة التاب دي ويقوم كاتب كلمة بايثون، ويقوم سايب مسافة اللي هي مسافة التاب دي ويقوم كاتب ايام يا دكتور. يبقى باك سلاش ان بينزل سطر جديد، باك سلاش تي هيعمل المسافة اللي احنا بنسميها التاب في الكيبورد، بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي تاب. لكن الاتنين مع بعض لو كتبت قبلهم ار هيقوم لاغي تأثير الباك سلاش ويقوم كاتب لي ايه؟ كاتب لي الجملة زي ما هي بالظبط، وكما لو كان هيعتبر ان الباك سلاش دي حتة من الجملة، هيعتبر ان الباك سلاش ايه؟ حتة من الجملة. حتى لو جيت هنا وخليت دي باك سلاش ان ودي باك سلاش ان، خلاص هو مش هينزل سطر جديد، ده هيكتبها كلها كسترنج. هيكتبها كلها كايه؟ هيكتبها كلها كسترنج. زي ما قلت لك الار بتلغي تأثير الباك سلاش. الار بتلغي تأثير مين؟ الباك سلاش. قال لك برضو لو انت عايز تكتب كومنت كبير، لو عايز تكتب ايه؟ لو عايز تكتب كومنت كبير بتعمل ايه؟ لو عايز اكتب اكتر من سطر في كومنت بكتب ثلاثة دبل كوت، بكتب الكلام ما بين ثلاثة دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن عادي، يعني مش هتفرق كتير، لان كده كده السنجل او الدبل بيعتبر الكلام اللي بينهم كما لو كان سترنج. يبقى انا لو عايز اكتب اكتر من سطر كسترنج او اعبر عنه يعني كسترنج، لابد احط الكلام ده ما بين ايه؟ ما بين ثلاثة دبل كوتيشن زي ما احنا شايفين كده. وبالتالي لما اقول له رن هروح يكتب لي الكلام بتاعي على كذا سطر. My name is خليل and I am a doctor زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لو اكتر من سطر بحط الكلام بتاعي ما بين ثلاثة دبل كوتيشن او ثلاثة سنجل كوت، بحكم ان هو كده او كده هو بيبقى عارف ان هي ايه؟ ان هي سترينج. طيب لو انا عايز اطبع القيمة في نفس السطر من غير ما انزل لسطر جديد زي ما احنا شايفين، عندي تو فاريبلز A و B. كويس، A جواه السترنج ده وبي جواه السترنج ده، وانا عايز اطبع قيمة A و B الاتنين جنب بعض في نفس السطر من غير ما انزل سطر جديد، اعمل ايه؟ اقوم قايل له برنت A واكتب بعدها كوما اند ايكوال، واقوم حاطط فتح ايه؟ فتح سنجل كود كده او دبل كود وسايبها فاضية، وتحتها اكتب برنت B. على الرغم من ان انت كاتب برنت A وتحتها برنت B المفروض يطبعهم الاتنين تحت بعض، الا ان الامر اند ايكوال ده هيخليه التو فاليوز بتاع المتغيرين A و B يتكتبوا جنب بعض. فبالتالي لما اقول له ران هلاقيه كتب لي قيمة ال A الاول وبعد كده كتب لي القيمة اللي جوه المتغير اللي اسمه B. يبقى الامر اسمه برنت A و اند ايكوال، واقوم مديله سنجل كوت وبينها فاضي او دبل كوت وبينها فاضي، هيقوم مديني ايه؟
هيقوم مديني قيمة المتغيرين هيطبعهم لي جنب بعض. طيب عندنا برضو من الحروف الغريبة واللي بنستخدمها كتير في لغات البرمجة حرف البرسنتج، علامة البرسنتج دي اللي هي قدامنا علامة في المية يعني. طيب علامة البرسنتج دي بتعمل ايه؟ بستخدمها عشان احط متغير جوه الكلام، وبعدين اشيل المتغير ده واحط مكانه كلام او رقم معين. ازاي؟ لو انا عايز اكتب مثلا خليل محمد، حلو، بعدها هحط اهو في المية اس، كويس، وهقوم قافل بقى السترنج بتاعي واقوم قايل له في المية اللي هو المتغير بتاعي. طيب خد بالك بقى، البايثون لما يروح يقرأ السترنج اللي هو خليل محمد ويشوف بعدها على طول العلامة اللي هي في المية اس دي، معناها ايه؟ معناها ان بايثون هيشيل العلامة دي ويكتب مكانها قيمة معينة. بايثون هيشيل العلامة دي ويكتب مكانها ايه؟ ويكتب مكانها قيمة معينة. القيمة دي جاية من متغير انا معرفه قبل كده، يبقى هنا هيعمل ايه؟ هروح يكتب خليل محمد ويروح يشوف في المية اس. في المية اس ده معناها ايه؟ معناها ان انا بقول له يا بايثون خد بالك انت هتكتب مكان العلامة دي استرنج معين، هتكتب مكان العلامة دي سترنج معين، السترنج ده هدخله من قبل المستخدم، والمستخدم هيدخله عن طريق متغير، والمتغير ده جواه القيمه اللي هي ايه؟ السترنج اللي اسمه خليل. وبالتالي لما انا اقول له اكتب في علامه في الميه وبعدها اس، وبعد ما بخلص بقول له في الميه والمتغير، دي معناها ايه؟ معناها ان انا بقول له اول لما تروح تلاقي في المية اس العلامة دي، معناها ان انت هتشيل العلامة دي وتحط مكانها سترنج معين. السترنج ده هجيبه منين؟ لابد في الاخر اقول له في المية والمتغير، او لو انا عايز اشيل المتغير ده ممكن اشيله واحط على طول قيمة الايه؟ قيمة السترنج اللي انا عايز احطها. يبقى انا هعملها لك دلوقتي، لو انا قلت له رن كده بالشكل ده هيقوم كاتب لي خليل محمد الكلام اللي مكتوب في السترنج الاصلي، بعد كده هيروح يلاقي علامه في المية اس هيشيلها ويحط القيمه اللي جوه المتغير اللي اسمه ايه؟ ايه اللي هي كان اسمها ايه؟ اللي هي كان اسمها خليل، وفعلا شال العلامه دي وحط مكانها، لان في المية اس معناها ايه؟ معناها بقول له خد بالك انت هيجي لك هنا سترنج من نوع معين، السترنج ده هعرفه فين؟ هعرفه عن طريق المتغير اللي اسمه ايه؟ ممكن اشيل المتغير اللي هو ايه واقوم على طول حاطط مكانها السترنج بتاعي اللي هو بالشكل ده، اجي هنا كده واقوم قايل له حاجه بالشكل ده وشيل دي خالص. ما هو لان اصلا في الاول هو راح شاف المتغير اللي اسمه 3 ايه وشاله وحط مكانه القيمه بتاعته. برضه لما اقول له هنا رن هيديني نفس الايه؟ هيديني نفس الكلام. ليه؟ لان علامه في المية اس معناها ان انا بقول له استنى سترنج انا هديه لك دلوقتي، قمت مديله السترنج قام رايح ايه؟ قام رايح شايل علامه في المية اس وحاطط مكانها السترنج. ده برضه مش كده وبس، ده انا ممكن ابصيله كمان ديسمال، يبقى علامه في المية دي ممكن يجي لها سترنج وممكن يبقى ديسمال. ازاي؟ بقول له اهو انا عرفت متغير اسمه ايه وجواه سترنج اسمه خليل محمد، وبعد كده اديته في المية دي. في المية دي معناها ايه؟ بقول له بعد اذنك يا بايثون انت هتشيل العلامة بتاعت في المية دي وتحط مكانها رقم ديسيمال. يبقى كلمة في المية دي معناها ايه؟ انا هتعوض عن دي بقيمة ديسيمال، وفي المية اس معناها ان انت هتعوض عن دي بقيمة سترينج. يبقى بالتالي لما يروح يشوف قيمة في المية دي او الرمز اللي اسمه في المية دي هيروح يشيله ويعوض عنه بقيمة ديسمال، وبالتالي لابد بعد كده اقول له في المية واسم المتغير، وير ان المتغير اللي اسمه 3 بي ده شايل القيمة الديسمال اللي هي ايه؟ مجموعة الخمسات اللي انا حاططها دي. ولما اقول له رن هيروح يكتب لي خليل محمد، واول لما يشوف علامه في الميه دي هيشيلها ويحط الايه؟ الرقم الديسمال اللي انا كنت معرفه فوق. وزي ما قلت لك انا اقدر اشيل المتغير خالص واروح احط القيمه الديسمال اللي هي دي، وبالتالي برضو هيطبع لي القيمه الديسمال دي ومش لازم احطها جوه متغير، لانه في الاخير بيقوم شايل قيمه المتغير ومعوض مكانه بالقيمه اللي انا ايه؟ بالقيمه اللي انا عايزها. فلما قلت له كده عمل لي رن برضو نفس الحكايه اللي انا عملتها قبل كده، فمش بالضروره احطها في متغير، انا على طول ينفع احط القيمه كديسمال.